جزاكم الله خيرا. إذا أرادت المرأة صوم يوم وإفطار يوم وخشيت أن يرفض زوجها طلبها، فقالت له: إنني أرتاح أثناء الصيام وأتعب جدا وأنا مفطرة، ليوافق زوجها على صيامها، فهل تعتبر كاذبة علما بأنها فعلا ترتاح وهي صائمة؟ ليست كاذبة، أدام ترتاح للصيام فهي ليست كاذبة، ولكن مع العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، فإذا أذن لها زال المحذور والحمد لله.